موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعرب وزير الري والموارد المائية ياسر عباس عن أمله أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي بدلا من أن يكون بؤرة للنزاع السياسي بين الدول الثلاث. أضاف عباس أن السودان يتحرك فنيا ودبلوماسيا لمجابهة ملء سد النهضة وتقوية وساطة الاتحاد الإفريقي وإدخال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا للعب دور الوساطة. قالت الخارجية الإثيوبية إنه لا تفاوض مع السودان ما لم يسحب قواته إلى حدود ما قبل السادس من نوفمبر الماضي. أضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها اليوم إن أديس أبابا لا ترغب الدخول في صراع مع الخرطوم، لكنها تطالب بعودة الجيش السوداني إلى الخط الفاصل. قررت المحكمة المختصة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية انقلاب عام 1989 بسبب إصابة أحد المعتقلين بفيروس كورونا. أقال قاضي المحكمة علي أحمد علي وفق وكالة سونا الرسمية، وردتنا إفادة طبية من مستشفى رويال كير بإصابة نافع علي نافع بفيروس كورونا، فتقرر رفع هذه الجلسة للمدة الزمنية المحددة للاحترازات الصحية. قال حزب الأمة القومي إن تحرير سعر الصرف تم بطريقة فجائية والحكومة لم تتعامل مع الموضوع بالجدية اللازمة. وأكد الحزب أن قرار تحرير سعر الصرف اتخذه مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مع أنه مجلس تنسيقي وغير معني بمثل هذه القرارات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.